تحدث الأسير الفلسطيني إبراهيم سالم صاحب الصورة الشهيرة في السجن الإسرائيلي سدي تيمان سيء السمعة، تحدث اليمن شباب عما تعرض له خلال فترة اعتقاله. أنت صاحب الصورة الشهيرة في سدي تيمان، احكي لنا عن تفاصيل هذا السجن سيء السمعة. من أسوأ السجون ممكن أنا الداخل فيه مفقود. شفت اللي فيه كلهم يعني بتحسوا يهود، الشهود مش عارف اوصف لك اياهم، عقبات، شتائم، ضرب، بيجي بزعل مثلا بديك مشوار دقيقة على التحقيق، بس بيعمل لك المشوار ربع ساعة او ثلث ساعة، الثلث ساعة هذه كلها هي ضرب، يعني مشوارك دقيقة، اقل من دقيقة بلف لك لفة زي ثلث ساعة بحول لك اياها ضرب شتائم، هاز شرحك اواعيك، يتحرش جنسيا، يضربك على اماكن حساسه وانت ماشي، خليك تضلك تطمن راسك للارض، طول ما انت مطمن راسك لورا المجندات بخطوك على خلف بيتك من ورا او بتحرشوا فيك ولا بالطرف زي بضلهم يخطوا فيه. وضع سجناء هناك يعني الله يعينه. تبولات لا إرادية، هم صحيح انهم يفوتوا الحمام ويمنعوهم يفوتوا الحمام، وضع سيء جدا، اي سجين بيدخلوا وضعه سيء فيه، يعني ممنوع تتحرك، ضلك على ركبك قاعد طول اليوم، كلبش ايدين ورجلين، اغلبية في سيدي اغلبية الموجودين بيكلبشوا رجلين، ضلك مكلبش، الكلبشات بتكون دقيقة كثير يعني حتى في الاكل بضايقينك، مش يرخون شوي لا دقيقات كثير بتعمد انه يضلها دقيقه على اخر حزق على اخر. يعني رحله صعبه كانت جدا جدا. كم يوم قعدت معتقل؟ انا 8 شهور. ما في تواصل مع احد بالخارج؟ ما في خارج، انت ما فيش تواصل معك شخص مع نفسك، فيش تواصل، فيش راحه، بعطوكش راحه، بخلوكش تفكر غير يعني كانوا ينشروا الاوباء الامراض، هم السبب في الامراض، كانوا يشغلونا في انفسنا جوا، علاجات في الشيء، الطعام سيء جدا جدا، طعام بكفيش طفل 5 سنين طعام بيجيب لك طول اليوم بكفوش.